أما هلأ وصلنا لمحطتنا الختامية عفاف، ورح نتعرف أكثر على فقرة مهمة. مين فينا ما بيتذكر شارات أفلام كرتون هو وصغير؟ مين فينا ما بيحبها؟ مين فينا ما عنده مسلسل كان بيتذكر وبيتذكر كل الأغاني والتفاصيل اللي كانت فيه؟ لهيك اليوم رح نحكي أكثر مع ضيفتنا اللي رح ترجعنا بالذاكرة لشارات أفلام كرتون من خلال غنائها إلها وتأديتها إلها بأسلوب مميز، ورح نتعرف عليها أكثر. خلينا نصبح على إيميلين نعمة. أهلا وسهلا فيك إيميلين. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير إيميلين. صباح النور. كيفك؟ تمام الحمد لله. يعني كان ختامها مسك اليوم معك، هيك رح نفرفش شوي ونرجع للذاكرة الماضي لورا، ونسترجع هيك بعد ذكريات الطفولة يلي كبرنا عليها. وممكن هلأ حتى الكبار بيسمعوا أكثر من الأطفال شارات أغاني الكرتون. خلينا هيك نحكي عن تجربتك بالغناء، خلينا هيك يعني عارفين عن حالك، تجربتك بالغناء كيف كانت؟ هلأ أنا بدرس أدب فرنسي وبحب اللغة الإسبانية. من أنا وصغيرة كتير بحب شارات الكرتون وكتير بتابع سبيس تون، كانت قناتي المفضلة، فماما انتبهت لهالشي وحبت إني يعني صير غني أكتر. بس لما كبرت كمان صرت ميل للأجنبي أكتر. وبشكل عام أنا بحب كتير المغنيين اللي غنوا شارات سبيس تون، لأنه هنين عن جد قدموا شي ما رح يتقدم مثله مرة تانية. أكيد، وكلياتنا لهلا بنتذكر وقت بلش هذا الجيل أو الجيل الجديد، خلينا نقول شوي سبيس تون والمسلسلات بشكل عام. أول شارة مسلسل حفظتيها شو كانت؟ كانت أول شارة هي شارة القناص. وهي لرشا رزق، هي شارة كثير مأثرة فينا كلياتنا. أكيد فينا نسمع. قد لمعت عينا بالعزم انتفضت يمنى في هدوء الليل، من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتحدى خصما في الساحة، يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف، وخيال أبيه في الأحلام يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس، مهما كان الثمن من الصعاب سيظل البطل القناص. كل الصبر والإخلاص نعمل باجتهاد، وعلى أهبة الاستعداد يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما للإنصاف. ما شاء الله، يعني صوتك كتير حلو. جربت تغني شيء تاني غير أغاني الأطفال ولا ليش تحديدا الأطفال؟ هلا أول شيء شارات الأطفال هي شيء كتير مميز ومفهومة للكل. ما بتعرف سن معين، وهي بتترك طابع بشخصية الشخص لحتى يكبر، يعني هي بتأسس الشخص، بتحسي كلماتها فيها معاني، خصوصا الشارات القديمة. إيميلين خلينا نقول اليوم أنت عم تغني مثل اللي بيغنوا بالأوبرا، مثل اللي بيغنوا بالكورال، في انضباط عندك بالصوت بالأداء. هل حدا دربت قيمك أم كله كان بالفطرة؟ لا كله اجتهاد شخصي. طب غنيتي قدام حدا سمعك قال لك انه مثلا برافو عندك هذا الشيء تمام كملي هيك؟ هلا هو يعني ما في حدا بروفيشنال غنيت قدامه، غالبا اكثر حدا غنيت قدامه هي رفيقتي. هي كانت دارسه برا بالمانيا موسيقى، فحبيت اني غني قدامها. عطتك شي ملاحظات استفدت؟ هي قالت لي انه صوتك حلو بس انه مثلا ضبط النفس وهيك، هي الملاحظات اللي استفدت منها. بس بشكل عام انا المكان اللي بغني فيه هو بين الرفقات، بين الاصدقاء، العائله. خلينا إيميلين نعرف مين اكثر شيء من الاشخاص يلي غنوا اغاني افلام كرتون اثر فيكي؟ اكثر شخص هي رشا رزق، وعن جد حلمي اني اقابلها لانه هي انسانه كثير رائعه، وطارق العربي طرقان. طيب شو بدك تسمعينا كمان شارة من الشارات المميزة اللي حافظتيها وبتحبي انك دائما تتذكريها؟ في شارة هي ما بعرف اذا الكل بيعرفها، اسمها شارة ساموراي 7. فرح غنيها. كان حلما منيرا مشرقا كالنهار، ليته ظل حلما يا زماني، كنت أغدو
منير شامخا كالمنار بسما من ظلم لا أعاني أين شرد الأماني وفجر نبع الحنان ظلمهم قد اصطاد الأماني أزهري يا ذكرياتي وانفضي عنك سباتي واستحمي بالنور السامي ما بي لا أنسى لحنا شجيا رنا لا أخرج من ظلمة نفق الأحسان سوف يحيا هذا الحلم طول الزمان في عيني طول الزمان. عن جد صوت مميز وبتحسي انه ما بدنا نوقف وبدنا نسمع لسه بدنا نسمع اكثر كمان. أميلينا بتفكري انه هاي الموهبه تصير مهنه لإلك تمتهنيها بالمستقبل؟ هلا انا اذا فتحت لي فرصه اني غني سبيس تون هي قناه الطفوله كثير بتمنى يعني. جربتي تدوري ورا هالحلم؟ لا ولا مره بصراحه ما خطر على بالي. طب هلا لازم يخطر على بالك اكيد لانه فعلا صوتك مميز جدا لازم تنمي هاي الموهبه ما تخليها فقط بين العائله والرفقات. خليني كمان نسمع منك شعره انت بتحبيها. في فيلم اسمه انستازيا كلياتنا تقريبا بنعرفه فرح غني غنيته اللي هي اغنيه شهر ديسمبر. داخلي شيء خفي لكني لا أتذكر لحن ما صوت شاجي أغني عن شهر ديسمبر دائما حولي وقبل النوم لكنها تبدو حقيقة اليوم كلما مرت بخاطري تلهب مشاعري كالحنين والحنان أكثر من هذا وأكثر خلف الجبين فوق اللسان لكني لا أتذكر لحن ما صوت شجي أغنية عن شهر ديسمبر. من الأغاني اللي كتير مميزة عندي كتير بحبها ممكن تعرفي أكيد سلمى كتير حلوة. صحيح. خلينا كمان نسمع منك اليوم هذا الشيء ما له طريق سهل ولحتى تكوني بتعرفي طبعا توصلي لهيك اغلب الشباب والصبايا اللي بيكون عندهم مواهب اول طريق بيروحوا عليه هو السوشيال ميديا لحتى يسوقوا لنفسهم اكثر. دخلتي بهذا المجال؟ هلا دخلت بس مو بشكل كبير يعني فتحت صفحه على الانستغرام كانت اول شيء هيك صفحه عاديه مثل اي شخص. بعدين لقيت انه كثير هو الانستغرام منفذ لحتى تكوني انه يوصل لكثير ناس وخوارزمياته سهله فقررت اني صير انشر عليه. ما بنشر كثير بس بنشر عليه احيانا. اكيد بدنا نتمنى لك بالنهايه كل التوفيق وان شاء الله هيك يكون انتشارك واسع لانه بتستاهلي وبتستحقي الافضل دائما. ميرسي كثير. خلينا هيك نعرف طموحك لوين بتطمحي اكثر غير سبيس تون؟ بما انك ما انك عم تسعي هلا وعم تدرسي شو بتفكري يعني لقدام؟ هلا بمجال دراستي انا بما انه لغه فانا كثير بحب اني دبلج انمي خصوصا انه انا بحضر انمي مو كرتون انمي. فبحب اني دبلج وهلا كنت عم بعمل كورسات ياباني انا كثير بحب اللغه اليابانيه فحلمي سافر على اليابان وهنيك بلش ممكن شركه انتاج ودوبلاج. حلو كثير. نتمنى لك التوفيق يا رب أميلين بكل النشاطات وكل شيء انت بتحلمي انك توصلي له. اكيد بدنا نختم معك بغنية بتحبي انك تسمعينا اياها قبل ما نختم الحلقه. اوكي. نونادي فهل يسمع النداء لطريق الخير والفدا ووطننا أرض العطاء بالروح نفديه من أي اعتداء يا أيها الطائر قاوم الرياح واسمعنا نشيد الصباح عيوننا ترنو للمجد
الرشد والعلا قلوب الأحرار بالدم والنار تنبض كمنار أغنيات الانتصار. الصوت هرتي كتير لكم. شكرا شكرا لك. أكيد نتمنى لك كل التوفيق أميلين، وإن شاء الله هيك تحققي كل أحلامك، ونتمنى لك كل التوفيق. ميرسي كتير لكم.